محمد يقول لكن توجد آداب عامة أستاذ نضال، ما الآداب العامة؟ الآداب العامة عزيزي، الآداب العامة في القرى مثلا هو لن تخرج البنت مثلا بصورة بملابس السهر، بملابس السهر لا تخرج البنت به هذه الصورة، في القرى على سبيل المثال لا تخرج بملابس السهر بحكم أن لديهم آداب عامة خاصة بتلك القرية، القرية تأتي لمدينة متحضرة بها بزنس بها احتفالات بها رقص، تخرج هذه البنت بهذه الصورة فهي واضح عادي جدا في ذلك المكان لأنها ذاهبة إلى السهر، فهنالك أداب عامة لتلك المدينة والتي هي تبيح ما لا يبيحه سكان القرى والعكس صحيح من الجهة الأخرى. علمت ما الأداب العامة؟ ما الأداب العامة؟ الفنان في أوروبا إن شرب الكحول أمام الكاميرات there is no problem، لكن في العالم العربي there is a problem. رغم أن الأغلبية الساحقة من العرب يشربون الكحول، من الذي يرقص في البارات؟ من الذي يرقص في النايت كلوب بجانبه؟ الطهار هم الذين يرقصون في النايت كلوب، الأغلبية الساحقة من العرب، لكن عندما يقفون أمام الكاميرات والمجتمع فجأة يصبحون قداس، وهذا يخالف مفهومنا العام ويخالف حياءنا العام ويخالف أخلاقنا الأخلاقنا الجميلة. أيوة، ومن الذي كان يشطح ويرقص بالأمس في النايت كلوب ويمسك الويسكي ويرقص على بارا بارا بيري 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 بيري؟ من؟ جدتي. لنكن واضحين وصريحين ويكفينا تمثيل. علمتم أنا مشكلتي أنه البعض قد لا يحبني لأن لدي صورة واضحة. You know I don't lie. ومشكلتي أنني لا أكذب سيجعل كثيرون ضدي. فما نسميه بأداب عامة هي ليست إلا أشياء نسبية تختلف على حسب المكان والزمان، ليس إلا. That's it. Wake up, today's gonna be a good day.